جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ، هذا الأخ السوداني: هل يجوز للرجل أن يطالب المرأة بأكثر من المهر في حالة القلع، وهل يحكم به في القضاء؟ يجوز أن يطلب الفدية بما شاء، لكن لا ينبغي له أن يجحف بالطلب وأن يكثر المبلغ، بل ينبغي له أن يكون رفيقا بالمرأة وبوليها فيطلب المبلغ الذي ليس فيه إجحاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس رضي الله عنه لما أبت امرأته أن تنقاد معه وطلبت الفراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة، لأنه أصدقها حديقة، قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فدل على أنه ينبغي ألا يزيد عن المهر الذي دفعه لها، وإن زاد شيئا يسيرا فلا بأس، لكن الزيادة المجحفة مكروهة. نعم.